يهمني كمان الحقيقه اشيد باولادنا، بالرجاله الاهلي اللي ظهرت في مباراه الجونه الحقيقه قدموا. طبعا النتيجه طبعا يعني ما كانتش مرضيه بالنسبه لنا، كل الاهلاويه كانوا مستنيين ان احنا نكسب، لكن ما تنسوش ان الاولاد خبرتهم صغيره جدا ولعبوا فريق كامل زي فريق الجونه، وفريق محترم معاه مدير فني كويس جدا كابتن رضا شحاته. لكن الحقيقه اجمالا في عندنا خامات كتير جدا مبشره تقدر تراهن عليها وتقدر تطمن من خلالها على مستقبل النادي الاهلي. هفكركم بسؤال حلقتنا اللي هيكون موجود معانا لغايه مباراه الاسماعيلي ان شاء الله، مين افضل ثلاث لاعبين في مباراه الاهلي والجونه من وجهه نظركم، وناخدكم ونروح لبدايه اخبار حلقتنا النهارده. البدايه مع منتخبنا الوطني اللي بيواجه غينيا بيساو اليوم في ثاني جولات كاس الامم الافريقيه. تغييرات متوقعه في تشكيل مصر امام غينيا بيساو بامم افريقيا الليله. منتخب مصر يوضح حقيقه طلب بحضور محمد صلاح احتفاليه الافضل. والأهلي راح اليوم ويسافر غدا إلى الإسكندرية استعدادا للإسماعيلي في كأس الرابطة. بروسيا دورتموند يفوز على فرايبورغ بخماسية في البوندسليغا.